من وحي البيان تفسير للقرآن ذكر من الرحمن هدى من حكيم للإنسان تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير تفسير للقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أعزائي المشاهدين، من المفرح جدا أن يتجدد لقاء بكم، فمرحبا بكم في العدد الثالث من برنامج تفسير وبيان صور القرآن. اليوم بإذن الله سنتطرق لمعرفة المعنى الإجمالي لصورة الإخلاص بعد أن نقرأها مع بعض كما تعودنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم. سورة الإخلاص هي أيضا سورة مكية، وسبب نزولها هو أنه قد جاء اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه بأن يصف لهم الله تعالى، فقالوا له يا نبي الله صف لنا ربك كما أنزل نعته في التوراة، من أي جنس هو؟ هل هو من ذهب أم فضة أم نحاس؟ هل هو يأكل أم يشرب أم ينام؟ هل له عينان ويدان وقدمان؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة لكي يبين نعته للناس أجمعين. وقد تضمنت هذه الصورة نفي جميع أنواع الشرك، فقد نفى الله تعالى عن نفسه أنواع الكثرة بقوله الله أحد، أي أن الله أحد لا إله بعده ولا إله قبله. ونفى عن نفسه جميع أنواع الاحتياج بقوله الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأي مخلوق في هذا الكون. ونفى عن نفسه أنواع المشابهة والمجانسة بقوله لم يلد، ونفى عن نفسه أنواع الأولية والحدوث بقوله لم يولد، ونفى عن نفسه أنواع الأشباه والأنداد بقوله لم يكن له كفؤا أحد. الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لا يشبه أي مخلوق في هذا الكون، ولا ليس له ند وليس له شبه. إذن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة لكي يبين لنا نعته، فيجب أن نعتبر بذلك ونتدبر في معاني الآيات التي أنزلها علينا. كما أن فضل سورة الإخلاص عظيم جدا، فهي سبب لنيل قصر في الجنة، وأن من قرأها 3 مرات كأنه ختم القرآن كله، لأنها تعادل ثلث القرآن الكريم. قبل أن نختم الحلقة أود أن أشكر الأخت شيك دونور براند على هذه التنسيق الجميلة. إذن أختم فأقول هنأكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول، فالسلام عليكم. تأمل في الآيات تدبر في الأحكام شرح وتفسير تعلم وتحبير من وحي للبيان تفسير تفسير للقرآن.